في الوجبات، في وجبات. الواجبات. نعم حصل ملخص في الواجبات. اختبار. ادخل على الواجبات بتحصل ورقه مكتوب عليها ملخص لما تم تدريسه. أستاذ، أنت ما قلت لنا عن اختبار. أستاذ، فتحت. السلام عليكم أستاذ. أستاذ راحت الصورة السكرين. السلام عليكم. إن شاء الله خلاص إحنا يعني ظهر معنا دلوقتي يعني 11 دلوقتي خلاص بنبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير أولاً. يا رب عيد مبارك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن درس اخر درس كنا اخذناه يا شباب. اخر درس هو كرة اليد. كرة اليد. اخذنا ايه في كرة اليد؟ تمريرة كرة. هذا كم لاعب فيه وكم زين. اخذنا يعني المهارات، اليوم بناخد المهارات ان شاء الله. مهارات كرة اليد. طيب نأتي لأول مهارة من مهارات كرة اليد وهي تمرير الكتف من الارتكاز. تمرير الكتف من الارتكاز. نشاهد هذا الفيديو وبعدين بقوم إن شاء الله بالشرح. تمرير إن شاء الله أستاذ. نعم. ناخذ دلوقتي تمرير تكاتف الارتكاز. انت كان عندك عربي؟ نشاهد هذا الفيديو وبعدين نقوم بالشرح. فلنشاهد. الله وبركاته، اسعد الله اوقاتك في كل خير. اليوم باذن الله سوف نتطرق الى مهاره تمرير اليد من الارتكاز في لعبه كره اليد. استاذ ممكن تعلي الصوت؟ نقل الكره من لاعب الى اخر بين اعضاء الفريق للوصول المناسب مرمى الفريق الخصم ومن ثم التصويب باتجاه المرمى لكسب اكبر عدد من الاهداف. لهذا يجب على لاعبي الفريق اتقان جميع انواع التمرير وتحت مختلف الظروف
أماكن داخل الملعب. ولكي تتم عملية التمرير بشكل دقيق وناجح وعلى اللاعب الممرض إخفاء اتجاه التمرير حتى لا يستطيع لاعبيه البصر. يمكن خص قراءة التمريرات وبالتالي قطعها. ويمكننا تصنيف التمرير في كرة اليد إلى ما يلي: أولاً التمرير. أولاً زي ما احنا شفنا في الفيديو دلوقتي، أول حاجة بكلمك عن التمرير من الارتكاز. قال لك التمرير من الارتكاز ده التمرير الكتف من الحركة من الارتكاز. هذه المهارة بتكون مهارات ما بين أعضاء الفريق، وبتبقى إما أن تكون تمريرات طويلة أو تمريرات قصيرة على حسب، يعني يجب للاعب أن يتقن شتى أنواع التمرير تحت مختلف الظروف ومختلف أماكن اللعب. ليه نهتم بالتمريرات يا أولاد يا بنات؟ لأن إحنا عندنا هنا التمريرات هي اللي إحنا بنعتمد عليها في حركة اللاعب داخل الملعب. بيتحرك اللاعب إما بالتمرير مع الزميل أو بالتنطيط الكرة، فالتمرير والاستلام دايما هي من أفضل من أكثر المهارات شيوعا في المباراة. فيجب إتقان اللاعب لمهارة التمرير والاستلام وتكون مهارة جيدة. زي ما احنا شايفين دلوقتي كده في مهارات، بعد كده في تمريرة بتكون إما تمريرة طويلة أو تمريرة قصيرة كما شفنا في الفيديو. تمام؟ عندك هنا في التمريرات أنواع التمريرات، عندك في تمريرات طويلة وتمريرات قصيرة. التمرير حسب اتجاه الاتجاه، في تمريرات للأمام مرة للأمام أو تمريرات للخلف. تمريرات للجانب، تمريرات منخفضة، وبعد كده هنيجي بقى من حيث التمرير حسب الارتفاع، تمريرات منخفضة وتمريرات مرتفعة. يبقى إذا في هنا أنواع للتمرير. زي ما قلنا إما تمريرات طويلة أو تمريرات قصيرة، ومن حيث الاتجاه تمريرات للأمام أو للخلف أو للجانب، ومن حيث الارتفاع إما أن تكون تمريرات منخفضة أو تمريرات مرتفعة. طب نجاح عملية التمرير مرتبط بكفاءة اللاعب الممرر واللاعب المستلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لازم يكون لدى اللاعب الممرر كفاءة في التمرير واللاعب المستلم في الاستلام. لأن في عوامل مهمة لنجاح عملية التمرير والاستلام. أول حاجة اختيار الوقت المناسب للتمرير، واتخاذ المكان الجيد لعملية الاستلام. يبقى لازم أختار الوقت المناسب اللي أنا همرر فيه الكرة لزميلي، وأيضا اللاعب اللي هيستلم الكرة ده لابد أن يأخذ مكان جيد للاستلام. يعني ما يكون واقف مثلا خلف المدافع وينتظر الكرة من زميله. ثالث حاجة يجب على اللاعب إجادة التمرير باليدين معا، ويجب على اللاعب الأيمن التدريب على التمرير باليد اليسرى، واللاعب الأيسر التدريب باليد اليمنى. يعني ما في لاعب يلعب بيد واحدة فقط في كرة اليد. اللاعب الأيمن هو بيلعب بيده اليمنى، يجيد كما يجيد التمرير باليد اليمنى أيضا يجب أن يجيد التمرير باليد اليسرى. لأن أنت عندك هنا يعني مثال كما اللاعب اللي أمامنا هذا، لما يجي يمرر الكرة هنا لزميله جهة اليمين، هنا تبقى سهلة بالنسبة له. طيب عايز يمرر الكرة أسرع للجهة اليسار، إذا قام بالتمرير بجهة اليمين هيمرر، لكن في صعوبة إنه يمرر من اليمين إلى اليسار. لما يكون عنده مهارة إنه يقدر أو يستطيع إنه يمرر الكرة بيده اليسرى كما يده اليمنى، فتكون في بسهولة إنه يوصلها لزميله الذي في جهة اليسار. هذا بالنسبة للواجب على اللاعب الأيمن التدريب على التمرير باليد اليسرى، ويجب على اللاعب الأيسر التدريب على التمرير على باليد اليمنى. تمام، واضح هذا الجزء؟ نعم. نعم. مهارة تمرير بقى الكتف، وهي دي اللي علينا في المنهج. تستخدم مهارة تمرير الكتف في كرة اليد. نوضح بس نكبر الصورة عشان تبقى ايه واضحة بالنسبة لنا. في التمرير من الجري والتمرير من الارتكاز. يبقى التمرير من الكتف بطرفين، اما من الجري او من الارتكاز. تستخدم مهارة تمرير الكتف في كرة اليد في تنفيذ الرمية الجانبية
وده اللي هنشوفه دلوقتي معانا. يعني ايه الرميه الجانبيه الاول؟ الرميه الجانبيه اللي هي من هنا الاوت في كره القدم اسمه الرميه الجانبيه في كره اليد. بيقوم اللاعب هنا الواقف ده واقف هنا على الخط، تكون قدم احدى القدمين على الخط الجانبي، ثم يقوم بتمرير الكره الى زميل. يبقى هنا تستخدم مهاره تمرير الكتف في الكره ذات في تنفيذ الرميه الجانبيه، وتستخدم في التمريرات الطويله زي ما قلنا، وتستخدم في التصويب على الهدف. نكمل الان. سوف نعرف كيفيه او الاداء الفني لمهاره التمرير من مستوى الكتف. الان سوف نعرف مهاره او كيفيه مهاره التمرير من مستوى الكتف من نواحي فنيه التي نستطيع من خلالها معرفه كيف نقوم بهذا الاداء الفني. عندك اول حاجه في الاداء الفني للمهاره، شايفين انت اللاعب اهو، يقوم اللاعب بمسك الكره بقبضه اليد، اهو اللاعب ماسك الكره بقبضه اليد، يشكل الساعد مع العضد زاويه قائمه، ادي الساعد، هذا هو الساعد، اليد عباره عن عظمتين الكف والساعد والعضد. هنا بقى قبضه اليد هنا مع الساعد والساعد والعضد يمثلون ايه؟ زاويه قائمه، شايفين الشكل؟ زاويه قائمه. الزاويه القائمه بتكون كام درجه؟ مين اللي يعرف؟ قياس الزاويه القائمه كام درجه؟ 90 ولا 60 ولا 180؟ 180 90 90 سألكم كده تتلخبطوا 90 ايوه 90. يبقى هنا بيمثل الساعد مع العضد زاويه قائمه، تشير اليد الحامله للكره لاعلى، شايفين ماسك الكره والكره اتجاهها الى اعلى كما الصوره موجوده قدامك. بعد كده تكون الرجل اليمنى هي المتقدمه، تكون الرجل اليمنى هي المتقدمه في حاله التصويت طبعا بالايه؟ باليد اليمنى. طيب لو واحد بيصوب باليد اليسرى يبقى تكون القدم اليسرى هي الاماميه. هذا اللاعب عشان يلعب بيده اليمنى فتكون القدم اليمنى هي ايه؟ للامام. يقوم اللاعب بعد ذلك باخذ خطوه للامام بالرجل العكسيه. اللي هنا هتبقى بالرجل اليسرى. ثم يقوم تعتمد قوه التمرير على سرعه الدوران ولف الجسم وحركه الذراع الافقيه في لحظة التمرين. شايفين؟ تتم عملية متابعة الحركة عن طريق تقديم الرجل اليمنى ومتابعة الذراع الرامية للحركة مع ميل الجسم قليلا للأمام، طبعا عشان الاتساع. كما موجود دلوقتي وهتشوفوا دلوقتي فيديو كامل يوضح هذه التمريرة. قلنا بنستخدمها في التمرير وأيضا في التصوير. دلوقتي هنشوف الفيديو نشاهد معا. أولا قدم اليمنى للامام او العضد مع الساعد يمثل زاويه قائمه او بيقوم بالتمرين. انا بحضر فيديو عشان لو سمحت نقفل المايك نشاهد الواحد بحض. كما نشاهد هذا بالنسبه للتمريره استاذ من مستوى التمرين من مستوى نعم ليه يجوز انه يلعب منعال؟ نعم هل يجوز بلعبة كرة اليد انه يلعب منعال؟ صوتك ما واضح ايش لو سمحت من اللي فاتح المايك لو سمحت يقفل المايك عشان اسمع زميلكم. ممكن انه يلعب منعال؟ اي شيء انا بنعمل هيك. ممكن تلعب كرة يد؟ بتقول؟ هيا 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 قاعدين قاعدة بدري. طيب واضحة طيب المهارة الماضية خلاص؟ نعم أستاذ واضحة؟ وقاعد في الجنة أيوه أستاذ التصوير في مستوى الكاميرا فتح المايك يقفل لو سمحت. مين العنود؟ كان في أصوات كثيرة
هذا من مايك عن... لو سمحت الطحان يقفل. نكمل. نأتي لثاني مهارة وهي مهارة التصويب من مستوى الكتف. مهارة التصويب من مستوى الكتف. مهارة التصويب من مستوى الكتف تعتبر مهارة التصويب من مستوى الكتف إحدى مستويات التصويب القرباجية، وتؤدى مهارة التصويب من مستوى الكتف من الجري أو من الثبات. طيب هنا بيتوقف بقى استخدام التصويب من مستوى الكتف على المسافة بين الرامي والمدافع وتوقيت التصويب. بيتوقف استخدام التصويب من مستوى الكتف على، خلي بالك عشان ده ممكن تيجي لك في الاختبار، يبقى تتوقف استخدام التصويب من مستوى الكتف على ايه؟ المسافة بين الرامي والمدافع وتوقيت التصويب. تمام؟ ورجعنا فيديو ضحى جسم الذكاء. لو سمحت اسمعني لو سمحت. تستخدم مهارة التصويب من مستوى الكتف عند عدم وجود مدافع، عند عدم مهارة التصويب تستخدم مستوى الكتف عند عدم وجود عائق اللي هو مثلا مدافع عن طريق الكرة إلى المرمى. مفيش عائق أمامك فبتقدر تقوم بعملية عائق مثلا يكون عائق هذا مدافع ف هذه التصويب أخرى. نأتي التصويب في المستوى هو هذا اللاعب أمامه ما في عائق، في هنا ثغرة ما بين المدافعين، يستطيع أن يقوم بالتصويب من بين المدافعين بكل سهولة ويوصل. تمام؟ وبين عشان هنا ما في عائق فيستطيع أن يصمم. نيجي بقى الأداء الفني لمهارة التصويب، الأداء الفني لمهارة التصويب. أول شيء يقوم اللاعب بمس، أول شيء يقوم بمس الكرة بضربة اليد، ويشكل زي ما قلنا الساعد ساوية قائمة. إيه دي زي التمرين مستوى الكتف اللي احنا واخدينها. أو أيضا المستوى دلوقتي التصويب لمستوى الكتف. وتشير نفس الأداء الفني اللي احنا عملناه فيه المهارة التمرير من مستوى الكتف اللي نعمله في مهارة التصويب من مستوى الكتف. شايفين كيف؟ بدل ما كانت هناك تصويبة هنا تمريرة هنا تكون تصويب. نفس اللي سويناهم تكون الرجل العكسية، يقوم بعد كده اللاعب بعمل التصويبة. وطبعا قلنا قوة التصويبة تكون سرعة دوران ولف الجسم وحركة الذراع القرباجية لحظة التصويب. تمام؟ زي ما احنا بنشوف كده في الفيديو. اللي فاتح المايك لو سمحت اقفل المايك. اقفل المايك لو سمحت. زين؟ فاحنا دلوقتي زي ما خدنا في التمريرة. الطحان، مين الطحان؟ مين ايه الطحان؟ لو سمحت اقفل المايك. الطحان. الطحان هي ملعنود. مكتوب قدام اسمه ايه؟ الطحان. اقفل المايك لو سمحت، اغلق المايك. العنود اقفل المايك. نكمل؟ نعم. إذن زي هنا التصويب، التصويب من مستوى الكتف كما بالضبط التمرين من مستوى الكتف، ولكن هنا تصويبة وهناك هناك بتكون تمرير. تمام؟ نفس القواعد الفنية زي ما احنا شايفين اهو، راح التصويبة وتتم عملية حركة متابعة الحركة عن طريق تقديم الرجل اليمنى، متابعة الذراع الرامية والحركة مع ميل الجسم قليلا للأمام، نفس التمرير ولكن هنا بتكون تصويب على الهدف كما سنرى في الفيديو.
بيعملون رفع الكرة للأعلى، أخذ خطوة، زيادة خطوة الارتكاز، ثم يقوم بعمل التمرين. طبعا هو هنا بيسويها كأنها تبريرة، لكن هو بيوريك كيف بيأديها، عمل ده من الحركة. واضح التصويب من مستوى الكتف؟ خلاص؟ استاذ واضح. تمام يا عبد الله. ايوه استاذ واضح. ناتي للمهارة الأخيرة وهي مهارة الخداع بالجسم، مهارة الخداع بالجسم. مهارة الخداع بالجسم هنا عندنا يعني ايه مهارة الخداع بالجسم؟ يعني انت بتقوم بحركة خداعية بجسمك للتخلص من المدافع، او بتعمل حركة بجسمك للفت انتباه الخصم او المدافع لإتاحة فرصة لزميلك باتخاذ مكان اماكن هجومية مناسبة. يبقى من هنا يعني الخداع للتخلص، يعني الخداع ان انت بتعمل خداع بجسمك حتى تقوم بان انت بالتخلص من اعاقه المدافع، او بتعمل خداع بجسمك حتى ياخذ زميلك مكان هجومي مناسب. تمام؟ اذا يبقى الخداع هذا اسلوب من اساليب الهجوم، بيساعدك ان انت تاخذ مكان، اما تخدع بالمدافع حتى تعمل ثغره في الدفاع وتقوم بالتصويب، او بتساعدك في ان زميلك هو ياخذ مكان للتصويب حتى يستطيع ان يقوم بعمليه التصويب من مكان مناسب. زي ما احنا شايفين دلوقتي كده اهو المراحل الحركه للتنفيذ. اول حركه، اول حاجه المرحله الاولى حركه خداع واضحه وبطيئه نسبيا للفت انتباه المدافع. يعني بتعمل حركه كانك مثلا هتيجي هنا، ان انت داخل هنا مثلا هتصوب من المنتصف، خلي بالكم ان اللاعب في المنتصف ده، هتجد ان خلاص طالما انت داخل عامل خدعه انك داخل في هذا المكان، بيقوم المدافع بالضم هنا على اساس يدافع عليه، فبتسمح بفرصه لوجود لاعب من اللاعبين بيكون عنده فرصه للتصويب زي ما احنا شايفين كده. اهو اول حاجه خدعت الفريق المدافع، انك خلاص بتدخل تخترق من هنا، فالكل هنا الفريق هنا بيدافع عليك، بيضم هنا عشان يدافع عليك، بي 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 هنا بيغلق الثغره اللي هنا، فبالتاكيد بيكون زميلك اللي على اليمين او على اليسار بيكون خلاص فري او قدامه فرصه سامحه انه يقوم بعمليه التصويب، وتستطيع في الفرصه دي انك تمرر له الكره ويقوم بعمليه التصويب على المرمى بكل سهوله كما واضح في الشكل اللي امامنا او الصوره اللي امامنا. المرحله الثانيه تتم فيها الحركه الحقيقيه بقى للتصويب. طيب يستطيع اللاعب اداء عمليه الخداع. يبقى الخداع اما ان تكون بكره أو بدون كرة، يعني إيه بكرة أو بدون كرة؟ يعني ممكن أنا أسوي الخداع هنا. هنا الخداع هنا. وأنا مستعد وأنا معايا كرة هنا، فبجري هنا بعمل كأني بخترق، أو حتى لو معيش كرة بجري في هذا المكان على أساس إن أنا أنزل مثلا على خط الستة أوحي للمدافع إن في حد هيمرر لي الكرة هنا. فبالتالي بيضم عليا هنا بدون كرة. فإما أن تعمل عملية خداع بالكرة أو بدون. تمام؟ يعني يكون معك كرة أو لا يتحرك. تمام؟ ناتي بقى تعتبر حركه الخداع بقى بدون كره اسهل في عمليه الاداء، لانك مش معاك كره فبتتحرك باريحيه، ما بيكون عندك تقيد لحركتك، لان طبعا زي ما احنا عارفين انت لو معك الكره ما تستطيع انك تتحرك اكثر من 3 خطوات، ما تستطيع ان انت تحتفظ بالكرة أكثر من 3 ثواني. تمام؟ فلما تتحرك أنت بدون كرة بتكون عندك أريحية أنك تتحرك براحتك، تقدر أنك تتحرك براحتك، لا يتم فيها التقيد ب3 ثواني، ولا يتم فيها التقيد ب3 خطوات زي ما ذكرت.
نأتي الجزء اللي بعد كده، الخداع بالجسم يعتبر أحد أنواع الخداع في كرة اليد. زي ما احنا شايفين اهو، اللاعب ده خدع بجسمه هذا المدافع انه هيدخل ناحيه اليسار، ثم قام بالمرور جهه اليمين. اهو خدع بجسمه انه يمر جهه اليسار ثم اتجه الى جهه اليمين زي ما احنا شايفين. طبعا دي بيستخدم بقى عندما يكون المهاجم قريب من المدافع للمرور من يسار المدافع. لما تبقى قريب من المدافع بتساوي هذه الحركه، تخدعه جهه اليسار او العكس، تخدعه جهه اليمين ثم تتجه جهه اليسار. هذا هو الخداع البسيط كما واضح معنا. اهو البطء اهي بيخدعه انه يروح جهه اليسار ثم يفاجئه بانه يذهب الى جهه اليمين. هذه ايضا يتم فيها المرور من يمين المدافع. مرة أخرى، اسمه الخداع المركب، يتم فيها الهروب من يمين المدافع. طيب، إذا بقى نلخص بقى الخداع فيه، أول حاجة تكون الحركة الأولى واضحة وبطيئة والهدف منها لفت انتباه المدافعين، زي ما قلنا في أول فيديو خالص. تكون الحركة الثانية بعد الحركة الأولى مباشرة وتؤدى بسرعة. تمام؟ يبقى عندك تكون الحركة الأولى واضحة وبطيئة، وتكون الحركة الثانية بعد الحركة الأولى مباشرة وتؤدى بسرعة. وتؤدى بسرعة، لازم السرعة في عملية الخداع كلما كانت سريعة كلما كانت ناجحة. كلما كانت سريعة كلما كانت ناجحة. إذا احنا كده أخذنا في مهارة اليوم، أخذنا مهارة التصويب التمرير مستوى الكتف والتصويب من مستوى الكتف، وايضا الخداع في الجسم. في شيء ما واضح في الجزء الماضي في المهارات اللي خدناها؟ كله واضح؟ استاذ نعم تفضل. حد عنده سؤال؟ ناتي لهذا الجزء بقى اللي بتشوف مباراه حقيقيه من مباريات كره اليد. ولكن قبل ان نشاهد هذا خلاص يعني متبقي القليل من الحصه، باكد أنا دلوقتي أرسلت لكم في الواجبات، لو سمحت الكل دلوقتي يشوف الواجبات في ملخص لما تم تدريسه في الفترة الماضية. وإن شاء الله الأسبوع القادم بيكون في اختبار، إن شاء الله الأسبوع القادم بيكون اختبار. فلو سمحتم الأسبوع القادم هذا من أي يوم؟ هذا يوم أنت كن مستعد. كن مستعد، انت معاك الملخص. ممكن يكون في نفس اليوم في نفس الحصه هذه. استاذ اذا حصه الفنيه اذا الاستاذه وافقت بناخد الحصه اختبار، ما مشكله بناخد اختبار ان شاء الله. استاذه لكن الحصه الاثنين الجايه نعم هذا معانا نعم بس بشوف الاستاذه الاول براجع مع الاستاذه الاول، اذا توافق خلاص ناخد الحصه هناك. اذا ما وافقت خلاص بكل اسبوع اللي بعده الاثنين الجايه الاثنين الجاي نحن معانا اختبار مال اي تي. الحصة كم؟ الأولى أتوقع. الأولى. لا مشكلة يعني بعد خلاص بنشوف وبعرفكم بإذن الله. زين؟ نأتي دلوقتي خلاص في سؤال ثاني بس علشان نشاهد المباراة. أي سؤال ثاني؟ لا. تمام. زين نشاهد دلوقتي بس المباراة. وبعدين ان شاء الله بنغادر والقاكم الحصه القادمه باذن الله. وبرده واحنا بنشاهد المباراه في بعض الاجزاء القانونيه كده باكد لكم عليها.
أولا زي ما احنا شايفين دلوقتي كده في بداية المباراة، كيف تبدأ المباراة؟ أولا بيقوم الحكم، هذا الحكم بعمل قرعة ما بين كباتن الفريق، تمام؟ والفريق الفائز في القرعة يقوم إما باختيار أن يقوم بعملية الإرسال أو يقوم باختيار نصف الملعب الذي سيبدأ منه، تمام؟ بعدها ما يقوم اللاعب هذا بتمرير الكرة إلا بعد صافرة الحكم كما سنشاهد، وما أحد من فريقه يروح أو يذهب أو يتحرك إلى جهة نصف ملعب الفريق الآخر إلا بعد صافرة الحكم كما سنشاهد. طبعا ملعب كرة اليد، قياسات ملعب كرة اليد واحنا قلناها المرة اللي فاتت لكن بأكد عليها، طول الملعب 40 وعرض الملعب 20. هذه المنطقة الصفراء هذه اسمها منطقة المرمى. هذه المنطقة اسمها منطقة المرمى. وهذا خط اسمه خط الستة متر. هذه اسمها منطقة المرمى. هذا الخط اسمه خط الستة متر، هذا الخط المتقطع هذا اسمه خط الرمية الحرة أو خط التسعة متر. تمام؟ الخط اللي هنا ده ما بين الستة والتسعة هذا اسمه خط السبعة متر أو خط رمية الجزاء. زي ما في ركلة الجزاء في كرة القدم في رمية الجزاء في كرة اليد. تمام؟ إلا الشقلب. زي ما احنا شفنا في الجزء الماضي دلوقتي كيف تلعب رمية الرمية الرمية 9 متر. خط الرمية الحرة أو الخط المتقطع أثناء خط كاميرتي تفتح الكبير تبعت الكرة تفتح اللاعب بتمرير الكرة من أمام خط التسعة متر. زي ما احنا شايفين كده يقف اللاعب من خط التسعة متر، أيوه تمام، ويمرر الكرة. هذه اسمها الرمية الحرة. يقوم اللاعب هو الفريق المهاجم بالوقوف خارج الخط المتقطع ده، ما في حد بيقف بين الستة والتسعة غير المدافعين فقط، وما يدخل داخل بين الستة والتسعة إلا بعد ما يرمي الكرة لزميله أو يمرر الكرة لزميله كما سنشاهد. هذه المنطقة الصفراء هذه أو البرتقالية هذه ممنوع دخول أي لاعب في هذه المنطقة إلا حارس المرمى فقط. وحارس المرمى لو احد دخل ميسر، نعم لو احد دخل ميسر لا ما له الحق الا لو انت بقى بتصوب الكره وانت بتصوب نزلت داخل المنطقه خلاص، يعني بس انت صوبت من الخارج لكن نزلت بعد التصويب وبعد كده بتخرج على طول، لكن من غير مسموح انك تتواجد في هذه المنطقه بدون سبب. تمام تمام. لعب الكره بعدين بدا يدخل اهو. الآن أنهينا الحصة، تمام؟ لو في أي سؤال قبل المغادرة في أي شيء ما واضح معكم؟ اي شيء ما واضح؟ استاذ نعم تفضل. في حصه رابعه؟ نعم حصه رابعه؟ ما اعتقد.
خبروكم ان في حصه رابعه هذا الاسبوع؟ ما في. ايوه ما في هذا الاسبوع كامل، ما في حصه رابعه بس ثلاث حصص. طب زين وزمايلك رضاي. خلاص زين زين يا شباب، تستطيعوا المغادره الان، والى اللقاء في الحصه القادمه ان شاء الله. الحصه مع السلامه. سلام. مع السلامه. مع السلامه استاذ. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. خلصت الحصة؟ نعم أيوة خلصت الحصة. الكل غادر لو سمحت.